السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس بخير. واش كتعاودوا كلشي مزيان؟ اليوم بغيت ندير فيديو نقول لكم المشتريات الخاصه. انا ديجا درت لكم مشتريات غير ديال المطبخ. دابا بغيت نشارك معكم هادشي اللي كيخصني. بغيت نوريكم هذا جيل دوش ماركه ايطاليا سميتو ماليزيا، ريحته زوينه بزاف واخدها بستة ستة أورو اللي هي تقريبا كتطلع ب 12 مية ريال مغربية 60 درهم. خديت هذا، كنت واخدها باك ديال دوف لا مارك معروفة، كنت واخدها صابونية وغير ما عرفتش فين محطوطين، واخدهم ب 15 أورو. هذا جيل دوش وهذا كريم ديال الجسم، هادو هذا ديودورون كيبقى 48 ساعة، حتى هذا ديودورون ديال نيفيا 48 ساعة كيبقى زوين، يعني واخده انا من فرنسا. وهذا توجي الدوش لو بوتي مارسيلي لا مارك ديال فرنسا، واخده منه انا جوج، حتى هو زوين ريحته زوينه ديال الفخيز. كاين بزاف ديال الانواع، بزاف ديال الروائح اللي فيه، وكتبقى الريحه ديالو زوينه في الجسم. هذا تقريبا 3 اورو، يعني 6 ديال 600 ريال عفوا. وهذا حتى هو كريم ديال اليدين، هذا راه لا مارك ايطاليا ديال اللوز وزبدة الشيا. هذا ما عقلتش البخي ديالو غادي يكون غالي لأن زبدة الشيا غالية بزاف. حتى هذا جيل دوش بالحليب والعسل، توا ريحتو زوينة بزاف. كنت خديتو من تركيا، ما عقلتش بالضبط شحال خديتو، المهم ما يكونش فايت 30 درهم مغربية. هذا شامبوان ديال الطاليان، مازال الصراحة ما جربتوش، باقي ما عمرني جربته، غير كنت واخده ولكن ما عمرني جربته وما عقلتش حتى البخي ديالو شحال. وحتى هذا جيل دوش ريحته غزالة، واخده ب 4 اورو تقريبا. الشكل ديالو عجبني، كان عجبني الشكل ديالو، كنت خديته. حتى هو من طاليان، صراحة الشكل ديالو كيحمق كيوت. هذا حتى هو ديال الدين، نغسل الدين، شوفوا الشكل ديالو غزال كيحمق، فيه بحال شكل الكواريوم الداخل كيتحركوا. ما عقلتش على الثمن ديالو. هذا ديال ايطاليا، ريحته غزاله بزاف، كتخلي الريحه في اليدين بعد الى كلينا الحوت ولا شي حاجه كتنغسل به يديا. وهذا حتى هي ريحه، ريحته غزاله واخا ريحه غير عاديه، كنت خديته من تركيا تقريبا 20 درهم مغربيه، بحال شكل الريحه ديال هذوك الروايح اللي فيهم ريحه الزهر، بحال هذاك الشكل. هادو كنشوفهم في مسلسلات تركيه كيديروهم بزاف، كانت عجبتني وخديتهم. هذا ديال لوريال باري، ماركه عالميه كاينش اللي ما كيعرفهاش. هذا كريم ديال الوجه كيبقى 24 ساعه للبشره الدهنيه، كريم ايدغاتونت، وهذا حتى هو البشره الدهنيه عادي، غير هذا كيصلح للرطوبه. هذا نيفيا،
انتي اج البشره الناشفه الجافه توا ريحته زوينه بزاف يعني كيبقى في الوجه زوين وعندي هاد ديودورون بروطالكو كيبقى 72 ساعه هيا كما شفتوا زوين ماركه ديال الطاليان انا كتعجبني واخا عندي وريتكم انا عندي نيفيا وعندي ريكسونا هذا هو لا مارك اللي انا كنستعمل كتعجبني بزاف وسفر لانكول ما فيش لانكول عندي هذا السبايغ ديال مايبلين كيبقاو 7 ايام وكيقويو الضفار اللي بغى ياخذو مش حاجه هادو زعما ننصحكم كيقويو الضفار زوينين هذا الرقم ديالهم هذه 18 الى زعما هكا البنات بغاو يشريوها ننصحو بهاد لا مارك زوينه وكيبقاو وهذه حتى هي 33 حتى هي زوينه وعندي هذا فاغ بوبيير حتى هو ديال مايبلين كحل بالنسبه لهادو هادو جاوني انا غير كادو هذا جيل الاستحمام وهذا ريحه جاني باك كبير ممكن الاخرين كنت كنستعملو بالنسبه لهذا انا جيل دوش ما كنستعملوش مخليها غير ديكور حيت كنخاف تكون لانه البشره ديالي حساسه كنخاف تسبب لي شي مشكل بالنسبه لهذه الريحه ريحه مجهده كنستعملها غير في البرد بالنسبة هذه صابونية هذه ديال اوريفلام كنغسل بها وجهي زوينة كنت خديتها ب30 درهم بالنسبة لهاد لاماك هاد لورونج بروفيسيونيل انا ملي كنصايب شعري كنديرها حتى هذه بروفيسيون واخداها من الطاليان كتبقى 48 ساعة ما عقلتش البخي ديالها انايا بشحال كنت خديتها ريحتها زوينة المهم انا اللي في الطاليان كنصحها تاخد هاد لاماغ ديال الباليت زوينه بزاف واللي ما كايناش في المغرب مثلا كاينه في المغرب تاخذ هذه عادي حتى هذه زوينه انا كنستعملهم بجوج بالنسبه لهذا البارفان روح البنات انا كتعجبني بزاف وتقريبا هي اللي كناخذ كنشريها من المغرب الشكل ديالها على شكل رخام الريحه ديالها كتحمق ومجهده ديال البرد انا كنستعملها غير في البرد كناخذها باش نديرها غير في البرد كنت خديتها انا ب 5600 ريال يمكن كنت خديتها ما كيعجبوني هاد الروائح العربيين كيعجبوني بزاف كيعجبوني حتى ديال هاد ديال اوروبا ولكن هادو فيهم واحد الريحه الصراحه خاصه روح البنات عندي هادي حتى هي شمس الامارات حتى هي واخده انايا من كازا المول ديال كازا
راه معروف. هذه كنت خديتها بشي 800 درهم باش كنت خديتها معقل، كنت خديتها ب 800 درهم. هذه انا جاتني غير كادو الشكل ديالها، حتى هي الروح زوينه، كتبقى ريحتها فنة وكتبقى تقريبا يومين وثلاث ايام. كاينه حتى لو غسلت يعني درتيها في الحوايج وتصبنوا الحوايج ما كيتحيدوش، يعني اوريجينال. حتى ديك شمس الامارات اللي وريتكم اوريجينال، اللي ما عرفتش كتب في ديالها حيت قلت لكم جاتنا غير كادو. حتى هذه ريحه كوتون، هذه كنت خديتها من تركيا، ما عقلتش بشحال كنت خديتها الصراحه حيت كنت خديت بزاف ديال الحوايج منهم. وريتكم جيل دوش، حتى هي ريحتها زوينه، ريحتها كتحمق ديال الصيف ماشي ديال البرد. حتى هادو كنت خديتهم من تركيا، هكا كيوت، كنحطهم فوق الكوافوز كيعجبوني بزاف. هما الشكل ديالهم بحال ولكن كل ريحه مختلفه على الاخرى. كنهزهم في الصاك ديالي بعض المرات، يعني عندي الروايح انا كبارين، هذا كنفضل نهزهم في الصاك. كاينين عندي شي صاكان صغارين ما يمكنش ندير فيهم ريحه كبيره، كنفضل انا نهز غير هادو صغارين. هذه تقريبا كنت خديتهم 20 درهم الوحده من تركيا، كنت خديت منهم بزاف. وهذا الصبايغ انا غير عجبوني الشكل ديالهم واللون ديالهم، هادو ديال فرنسا، عجبني السلات ديالهم عجبتني، البوشيت ديالهم عجبتني. حتى اللون ديالهم زوينين، ما عرفتش ديال ايفوشي، انا عجبني هذا ديالهم. حتى هذه انا غير كانت جاتني كادو، هي حتى زوينه ديال البرد ماشي ديال الصيف، كنخليها انا حتى البرد. ثقيله ماشي خفيفه، ولا هذا الزجاج ديالها ثقيل. هذه ديال جاتني كادو من عمان، كما شفتوا هذه يعني من الشكل ديالها كتبان فخمه ومن لا مارك دايره، يعني غالي ماشي شي حاجه رخيصه. هذه ديال ايف سان لوران، هذه ديال اسبانيا ماشي ديال المغرب، حتى هي ريحتها زوينه بزاف ديال الصيف ماشي ديال البرد. حتى هادي جاتني كادو، ما عقلتش ما عرفتش شحال البخي ديالها. عفوا هادي راه الصونة ديال فرنسا، غير انا جاتني من اسبانيا. بالنسبه لهذا لي بارفان اندلسي، كنت خديتهم غير من كازا، كنت خديتهم ب 50 درهم من كل وحده. الشكل ديالهم بحال ولكن الروائح ماشي بحال، مغيرين ما عقلتش بالضبط اش من الروائح. نعم انا راه معلمهم غير بال ما هادي غير هادو. الشكل ديالهم كيفكم،
بالنسبة لهذا البارفان هادي يعني عادية ماشي من شي لاماك معروفة ريحتها بحال شكل ديال جود جول ديال كارولينا هيريرا الشكل ديالها زوين بحال الصباط بحال هذوك الصبابط القدامين ريحتها هي غزالة وبالنسبة انا باش كنمسح المكياج ديالي كنمسح بهذا هذا القطن ديالو زوين ديال الطاليان هذا ديال الطاليان ريحتو حتى هي زوينة دابا باش كنمسح انا المكياج بالنسبة انا حيت البشرة ديالي انا ديجا قلت لكم البشرة ديالي حساسة كناخد ديال لاسيغ كناخد انا هاد الشكل هاد اللون هادا كناخدو من الطاليان واخدالو الزيت ديالو خاص كان من بعد ملي كندير لاسيغ كندير هاد الزيت باش مكينعود لي لا حبوب لا والو بالنسبة انا باش كنصايب شعري واخد واحد البريصة بروفيسيونيل في الخدمة ديالها واخدها بثمانين يورو وصل لدرجة الحرارة ديالها حتى 130 هاديك كتصايب ليا بحال كنصايب في الصالون كتخلي عفوا 230 ها هي كتبان كاين كاينين شي وحدين كينتفوا هادي ما كتنتف حتى شي حاجه وكنت ديجا خديت هاد المشطه هادي اللي زوينه كنت خديتها من تركيا ما عقلتش بالضبط شحال كنت خديتها كما شفتوا هادي كنهزها معايا في الصاك قلت لكم انا قبل هكا بعض المرات كيكون عندي سويك صغير كنهز غير هاد المشطه وكنت خديت هادي كنعلق فيها لي كولي ديالي ولي بوكل كما كتشوفوا كنفضل انني نحطهم على هك على هذا الشكل يعني احسن ما نحطهم في شي صندوقه ولا شي حاجه وكيتخبلوا ليا كان ما كيبغوش يتحلوا الشكل ديالها بحال شكل عروسه هادي ماشي بلاستيك هذا بديع واخر حاجه اللي بقات هو هاد ستيلو اللي فيه سميتي كنت خديتو حتى من تركيا كاين واحد السيد كيصنع هاد الشيء وفي نفس الوقت اي حاجه عنده كيكتب لك فيها السميه ديالك كان عجبني بزاف وخديتو هذا ديال الخشب قلم الرصاص مصنوع من ديال الخشب بقى حاجه واحده اخرى هذه كنت خديتها عجبتني بزاف اللي كتعمر كتعجبني الشكل ديالها بزاف وبعد ما راس كنكون مقلقه كنحلها كنبقى نتصنت ليها ما عقلتش شحال كنت خديتها البنات الكازا غادي يعرفوا كنت خديتها من درب السلطان من واحد المحل درب السلطان المهم هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم كنتمنى انه ينال اعجابكم ولا بغات شي حاجه المهم كنتمنى انه الذوق ديالي يعجبكم ولا بغات شي حاجه تسولني عليها ولا بغات شي حاجه من برا مرحبا والف مرحبا كنتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو ويعجبكم حتى الذوق ديالي في هاد الكريمات او هادشي اللي كنستعمل كنتمنى انه ينال اعجابكم ولي اول مره غادي يشوف لا فيديو او لي يشوف لا شين ديالي ما ينساش يدير اشتراك ويضغط على زر الجرس باش يوصلو كاع الجديد وشكرا بزاف وسمحوا لي الا طولت عليكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله